السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. يا رب تكونوا بخير يا دكاترة دايما وفي أحسن حال. طب يا دكتور، إحنا بنحل دلوقتي يا مستر في ليسون 4 شابتر 4، اللي هو درس طبعا الإلكتروليتيك سيلز. متأخرين شوية بس إن شاء الله نبتدي بقى نعوض ونشد الفترة اللي جاية دي. طيب يلا نقول بسم الله. بسم الله. أول سؤال يا دكتور بيقول لك إيه؟ أول سؤال بيقول لك which of the following defines الدايركشن، يعني بيحدد الدايركشن اوف الكاتاينز موفمنت ان الالكترولايت. بمنتهى البساطة يا دكتور، أنا عندي دلوقتي آدي الكتروليتيك سيل. حصل الالكتروليتيك سيل بتتكون من أنود، بتتكون من كاثود. طيب إحنا ممكن نرسم الكلام ده هنا عشان هنحتاجه كتير، فممكن نرسمه هنا بحيث يكون واضح معانا على طول. طيب يلا بينا يلا بينا. هنقول له يا دكتور آدي الالكتروليتيك سيل، بسيطة اهيت. الفكرة فين؟ إن أنا عندي هنا الكترود، أدي الكترود، وأدي الكترود تاني اللي هو الأنود والكاثود. طيب الشاهد إن أنا عندي هنا في كاتاين، في هنا أناين. طيب دول الأيونز اللي موجودة في السوليوشن. حصل. طب بره، بره أهم حاجة البطارية. البطارية لو أنا وصلت البوزيتيف بول بالالكترود ده، إذا ده بقى بوزيتيف، والبوزيتيف في الالكتروليتيك بقى أنود. طب وده متوصل بده يبقى ده ايه؟ نيجاتيف، يبقى ده ايه؟ كاثود. خلاص انا عندي في ثابته ان الكاتاين هيروح ناحيه الكاثود، يبقى اهو كاتاين زي ما اتفقنا، كاتاين كاثود. طب الاناين، ها اناين يا مستر هيكون ماله؟ انود. شكرا، اتجاه الانايد انود. خلاص يبقى هنا في الالكتروليتيك هو بيقول لي مين؟ انا عايز اعرف الكاتاين. كاتاين يبقى هيروح ناحيه مين؟ كاثود. كاثود كاثود، يبقى ده مستبعد، ده مستبعد. طب في الجلفانيك سيل الكاتاين بيروح ناحيه مين؟ خد بالك بقى، الجلفانيك سيل انت عندك هاف سيلز. حصل. وليكن مثلا ادي السيل بتاعت الزنك، وادي السيل بتاعت الكبر، الهاف سيل زنك، هاف سيل كبر. الشاهد ان ده كان ايه؟ اعلى اوكسيديشن بوتنشال، فده كان نيجاتيف انود. حصل. وده كان ايه؟ كاثود بوزيتيف. طب الفكره فين بقى؟ الفكره كالاتي، الالكترونات بتتحرك كده، فهنا ده هيكون كله نيجاتيف، هنا انا عندي كبر ايونز. صح. طب وهنا عندي ايه؟ عندي زنك ايونز. مين بالله عليك اللي بيتحرك؟ هتقول لي ده بيحصل له اوكسيديشن، فده بيديزولف، فالالكترونات تطلع تروح عند الكاثود. اذا الكاتاين هو كمان هيروح عند مين؟ عند الكاثود. اذا كاتاين برضو ماله يا مستر؟ رايح عند الكاثود. يعني مفيش اختلاف، مفيش اختلاف. طب امال وظيفه السولت بريدج ايه؟ ان هي بتعمل لي عمليه نيوتراليزيشن. يعني ايه؟ والله تجيب لي هنا نيجاتيف ايونز، يعني تجيب لي السلفيت هنا خلاص، وتودي لي هنا كاتاين. فهمت اللعبه؟ يبقى تسحب من هنا سلفيت وتودي هنا كاتاين. خلاص يعني هو مثلا ان اي 2 اس او 4، الصوديوم يجي هنا، الكاتاين يجي هنا، انما الاناين يتسحب يجي لي هنا. فهي بتعمل موفمنت وبتعمل عمليه نيوتراليزيشن. الشاهد ان في الجالفانيك سيل الكاتاين هتروح ناحيه الكاثود. خلاص يبقى توارد ايه؟ توارد الكاثود. ده بيقول لي انود غلط، ده بيقول لي كاسود ايون. اذا سي هي الرايت ايه؟ هي الرايت تشويس. طبعا تتحل اسرع من كده بكتير، بس ادينا ايه بنشرح عشان هنلاقي اسئله بتتكرر تاني فنبقى وفرنا وقت. طيب which of the following be represent an electrolytic cell؟ يعني ايه؟ مين في ده electrolytic cell؟ يعني ايه electrolytic cell يا مستر؟ اول حاجه بيقول لي الالكترود. طب ما انا عندي انود وعندي كاسود فعلا في اي electrolytic cell. طب هل الانود بيحصل عنده اوكسيديشن؟ اه طبعا. طب الكاسود يحصل عنده اوكسيديشن؟ غلط. خلاص الانود يحصل عنده ريدكشن؟ غلط. طب الكاثود يحصل عنده ريدكشن؟ صح، الكاثود بيحصل عنده ريدكشن والانود بيحصل اوكسيديشن. ده كلام، دي مسلمات ثابته مش هتتغير. تمام. طب وات هابن تو الالكترونز ات ذا الكترود؟ طيب اولا ايه يا مستر؟ الانود هيحصل اوكسيديشن. صح. هل الالكترونات بقى بتجيند؟ يعني هل الالكترونز عند الالكترود، عند الانود، بتجين ولا بتلوز؟ بتلوز طبعا. خلاص يبقى بيحصل لها يا مستر بتلوز. هو بيقول لي ايه بقى؟ عند الانود يحصل اوكسيديشن فهتجيند. طب ولا عند الكاسود يحصل ريدكشن بتجيند؟ لا، هو عند الكاسود بيحصل ريدكشن فبتجين الالكترونات، لان عمليه الريدكشن جيننج الكترون. فهمت؟ يبقى دي كده مستبعده، يبقى الاجابه عندي مالها؟ الاجابه تبقى دي هي الرايت تشويس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اللي بعده. اون كومبيرنج الجلفانيك سيل with electrolytic cell، يلا هنقارن الاثنين ببعض. It is found that in the oxidation process occurred at A. والله الاكسديشن بتحصل عند مين يا معلم؟ عند الانود. خلاص اي اكسديشن عند الانود. تمام؟ فهل تحصل عند الانود في البوث سيلز؟ طب ما هو عند الانود حصل اكسديشن هنا، وعند الانود حصل اكسديشن هنا، اذا في الاثنين فعلا. يبقى دي مظبوطه، مظبوطه طبعا، لان اي اكسديشن انود على طول دايما. دايما دايما يا مستر. طب هل الاكسديشن تحصل عند الكاثود؟ لا يا مؤمن. طب عند الانود في الجلفانيك سيل بس؟ لا. هو اشمعنى دي؟ احنا كده كده عارفين ان الانود دايما هيحصل عنده دايما اكسديشن لا تتغير. يبقى هو ده اجابه فعلا السؤال. خلاص
لاني مش في الانود، مش في الجلفانيك سيل ولا حتى في الالكتروليتيك بس. طب اللي بعده، يلا نمبر 4. Each of the following is common in both galvanic and electrolytic cell. حلو، كل ده common، مشترك ما بين الاثنين دول except الايونز. هل في ايونز في الاثنين؟ هتقول لي اه فعلا في ايونز في الاثنين. اشمعنى؟ الله، ما انا عندي هنا في الجلفانيك سيل الكترو لايت، وده كان حاجه مهمه جدا خلاص في اي سيل احنا خدناها. طب وفي الالكترولايتيك سيل؟ طبعا الكترولايت في ايونز. طب هل عندك انود؟ طبعا. طب هل عندك كاثود؟ طبعا. امال هيبقوا خلايا ازاي؟ لازم يبقى في انود ولازم يبقى في كاثود. في الالكتروليتيك انود وكاثود. طب في الجالفانيك هفصل الانود هفصل الكاثود، فاهم؟ انما هل التو سيبريتد كونتينرز؟ لا طبعا. امال الالكتروليتيك فان كونتينر، طب الجالفانيك ها في تو كونتينر سيبريتد بالسولت بريدج او البورس سيبتوم. خلاص، لذلك بيقول لي كل مظبوط ما عدا، يبقى هو ده ما عدا، هو ده الاكسبشن، يبقى هي دي الرايت تشويس. حلو قوي، يلا اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي الهاف سيل رياكشن دي هاف سيل نيكل، ها جين 2 الكترون اتحول لده، اذا ده حصل له ريدكشن. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب هو الريدكشن بيحصل ايه؟ خد بالك قال لي هاف سيل، طالما قال لي هاف سيل يبقى انا بتكلم على جالفانيك سيل. اشمعنى؟ ما هو هاف سيل نص خليه. طب الالكتروليتيك ما فيش هاف سيل يا دكتور. يبقى الاختيارات الكلام على ايه؟ هتقول لي جالفانيك سيل جالفانيك سيل جالفانيك سيل جالفانيك سيل. حلو، كلهم جالفانيك طبعا طالما انت بتقول هاف سيل. طب الريدكشن هيحصل عند الكاثود اور ان الكتروليتيك سيل انود؟ يعني هيحصل عند الكاثود في الجالفانيك سيل الريدكشن، تمام. او هل الريدكشن يحصل عند الانود؟ او كلمه انود دي غلط، يبقى كلها غلط. طب هل عند جالفانيك سيل صح او الكتروليتيك سيل كاثود؟ اه، يبقى الريدكشن هيحصل في جلفانيك سيل مظبوط عشان قال لي هاف سيل، او في الكتروليتيك سيل. اه هنا بقى دي حاجه لوحدها، اور دي حاجه لوحدها. خلاص، يبقى هيحصل في الالكتروليتيك عند الكاثود فعلا. خلاص، يبقى دي مظبوطه ما فيش فيها غلطه الى ان نتحقق من الباقي. طب جلفانيك سيل صح اور ان الكتروليتيك سيل انود؟ لا يا جماعه، ليه؟ ده ريدكشن يا دكتور، ما فيش انود خالص، كاثود. طب جلفانيك سيل انود يا حبيبي، ريدكشن هيكون انود؟ لا طبعا، الريدكشن عند مين؟ عند الكاثود، يبقى ده كمان مستبعد. عظيم جدا، يلا اللي بعده. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ريجاردينج تو الفولوينج ستيتمنت، يلا بينا. الكيميكال انرجي از كونفرتد تو الكتريك انرجي ديورينج ات. طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، بقول لك كيميكال انرجي يا معلم هتحولها الالكتريك، اذا بتنتج كهرباء. مين يا باشا اللي بروديوسد الكتريستي زي ما اتفقنا؟ قلت لي يا مستر جالفانيك سيل. ليه؟ ما هي الجالفانيك سيل هي اللي بتنتج كهرباء، انما الالكتروليتيك سيل بتشتغل بالكهرباء. ده هتنتج، هتحول الكيميكال انرجي لالكتريك انرجي، يبقى دي سبونتينيوس، يبقى جالفانيك سيل. طب الاوكسيديشن رياكشن اوكير ات الانود، وقال لي هنا الانود ماشي، بس هو بوزيتيف الكترود. اه، اول ما يقول لي بوزيتيف الكترود يبقى انا بتكلم على الكتروليتيك سيل طبعا، ما دي الكتروليتيك سيل. اشمعنى؟ ما هو الانود بوزيتيف في الالكتروليتيك، انما في الجلفانيك الانود نيجاتيف، والحاجات دي لازم تبقى فاهمها كويس جدا. طيب الرياكشن اوكيرنج ان ات ار نون سبونتينيوس. بص، التفاعل اللي هيحصل له يكون نون سبونتينيوس غير تلقائي، يبقى انا بتكلم على الكتروليتيك. ليه؟ ليه يا مستر؟ لان يا حبيب قلبي لو كان جالفانيك سيل فهيكون سبونتينيوس. فهمتني؟ فهو بيقول لي ايه؟ Which of the following statement represent the electrolysis process correctly؟ خد بالك انا عايز الالكتروليسيس، يعني ايه الكتروليسيس؟ تحليل كهربي. يعني بتكلم على الكتروليتيك سيل. اذا الاولانيه جالفانيك ما تنفعش، صح. طب الثانيه تنفع، مظبوط؟ مظبوط، ما هي الثانيه احنا قلنا عليها الكتروليتيك. تمام. طب الثالثه المفروض تكون ايه؟ الكتروليتيك هي كمان. هو بيقول لي غلط، يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز غلط صح صح، فاذا دي مستبعده. صح غلط، يبقى دي غلط من الاول. طب هنا غلط صح صح مظبوط، يبقى هي دي الاجابه المظبوطه، كلهم صح برضو مستبعد. تمام. يلا اللي بعده. بيقول لي الفولوينج فيجر بي ريبريزنت الكتروكيميكال سيل، يلا يبقى دي سيل ايه؟ تحليليه الكتروليتيك. ومعنى على فكره الكتروليتيك يعني انا بعمل عمليه سيباريشن، فصل للايونز. خلاص، الايونز الديزولف دي انا بفصلها. In which the same electrolyte is used. يبقى ده بيريبريزنت الكتروكيميكال سيلز لنفس الالكترولايت. خلاص، انا مستخدم ايه؟ نركز بقى في التريكات دي، السيم الكترولايت. حلو الكلام، حلو الكلام.
طيب تعال نبص هنا، ده مين يا معلم؟ فولت ميتر، وهنا في ايه؟ كاثود انود. طيب هو مبدئيا ايه يا مستر؟ طالما في فولت ميتر ما ينفعش ما ينفعش يكون الانود بوزيتيف. ليه؟ فولت ميتر وموصل لي الاثنين ببعض، فولت ميتر يعني ما فيش بطاريه، اذا انا بتكلم على جلفانيك سيل، وبما ان انا بتكلم على جلفانيك سيل يبقى انا عايز الانود نيجاتيف، اذا دي مستبعده، غلط، دي مش كوريكت. هو عايز ايه اصلا؟ مين في دول كوريكت؟ اقول له خلاص دي مش كوريكت. ليه؟ دي بتريبريزنت جلفانيك سيل. هو بيقول لي ايه؟ وتعالى بقى احنا، هو بيقول لي دي بتريبريزنت ايه، فاحنا نكتب دي بتريبريزنت، اقول له دي جلفانيك، خلاص دي جلفانيك. طب اتنين، ها بص، بوزيتيف بوزيتيف انود صح، نيجاتيف نيجاتيف كاثود صح، اذا دي الكتروليتيك. طب يلا نيجاتيف بالبوزيتيف، لا دي مش حاجه اصلا، خلاص. طب وهنا بوزيتيف بالنيجاتيف برضو لا. طب هنا فولتميتر، تمام، هنا ده بس ثواني، دي مش جلفانك سيل. ليه؟ احنا قلنا جلفانك سيل الانود ايه؟ بوزيتيف، يبقى دي كمان غلط، معلش اسف، يبقى دي غلط، يبقى دي زي دي معكوكه ودي معكوكه على فكره. ليه؟ لان دي مظبوطه، دي صح بقى، ادي فولتميتر نيجاتيف انود صح، بوزيتيف كاثود صح، اذا دي جلفانك. خلاص ده كده احنا كده حددنا هو عايز ايه، يبقى انا عرفت ان دي الكتروليتيك دي جلفانيك، والاثنين دول بلح، واحد وثلاثه بلح، يبقى ويتش اوف ذا كوريكت. هل 1 جلفانيك؟ قلنا 1 بلح. طب هل 3 جلفانيك؟ 3 بلح، ما احنا قلنا 1 و3 بلح. طب هل 2 بتريبريزنت الكتروليتيك؟ 2 الكتروليتيك صح، يعني دي اجابه مظبوطه، مظبوطه طبعا، بس اتاكد. هل 4 بتريبريزنت الكتروليتيك؟ قلنا جلفانيك، خلاص انا كده متاكد ان الاجابه ان شاء الله صح، مفيش فيها غلط. يلا اللي بعده، يلا يا مستر. From the opposite table, which of the following represents the electrochemical cell in which ان الميتال ايه ماله is oxidized، يعني oxidized يحصل له oxidation، يبقى انا عايز الايه يحصل له oxidation. خلاص طب الايه يحصل له oxidation؟ هل بقى في galvanic cell ويكون الفاليو كده، ولا galvanic ولا electrolytic ولا كذا؟ خلاص وبيقول لي كمان الايون بي يحصل له reduced. طيب انا ما بصيت هنا لان ان الايه ده يا جماعه بيجين، معنى بيجين يا مستر يبقى حصل له reduction، اذا ده اي نود ريدكشن، ده ريدكشن بوتنشال، وهنا نفس الكلام اي نود ريدكشن. طيب انا لو هعتبر ان ده جلفانيك سيل، ها مش احنا عارفين ان الجلفانيك سيل بتكون سبونتينيوس؟ هتقول لي حصل، وبناء عليه المفروض ان اي جلفانيك سيل عشان اقول عليها جلفانيك الاقي ان الالكتروموتيف فورس بتاعتها ببوزيتيف فاليو، خلاص فمفروض ان الجلفانيك تكون ببوزيتيف، ماشي ده مقبول، انما جلفانيك تكون بنيجاتيف وده مش مقبول. طب هل ينفع الكتروليتيك سيل تكون ببوزيتيف؟ اه ده مش مقبول. ليه؟ احنا قلنا الالكتروليتيك دايما بيكون بنيجاتيف ايه؟ ساين، خلاص؟ وبناء عليه يبقى انا استبعدت اثنين، يبقى الاجابه ايه يا دي؟ حلو الكلام، حلو الكلام. طب هنعمل ايه يا مستر؟ الاول تعالى نشوف هل دي جالفانيك ولا الكتروليتيك؟ ازاي؟ من الارقام دي، بمعنى ده الريدكشن بوتنشال، حصل، هات لي بقى اوكسيديشن بوتنشال لو سمحت، حاضر، ادي الاوكسيديشن بوتنشال. هنا نيجاتيف 0.52، هنا نيجاتيف 0.25، حصل. مين في دول اعلى اوكسيديشن بوتنشال؟ 0.25 اللي هو البي، اذا البي اللي هيحصل عنده اوكسيديشن. هو بيقول لي انا عايز الميتال ايه اوكسيدايزد، لا هو الميتال ايه هنا اهوت، لو دي جلفانيك كان هيريديوس، يبقى هي اكيد مش جلفانيك، يبقى هي الكتروليتيك، يبقى دي الاجابه المظبوطه. والساين طلعت نيجاتيف، خلاص يبقى دي كده مظبوطه زي الفل، مفيش فيها حاجه، خلاص كده يا ولاد. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده، يلا يا مستر. Which of the following processes occurs at the cathode of an electrolytic cell؟ أنا عايز أعرف مين في دول هيحصل عند الكاثود للإلكترولايتيك سيل. Of lead to bromide melt. أدي الليد 2 positive 2 bromide Br negative 1، نعمل كروس مالتبلاي يبقى البي بي بي آر 2، تمام، melt. طيب ده عشان يحصل له melting، إيه اللي يجرى؟ تقول لي اللي هيحصل كالآتي. افصل، فصلنا كاتاين أناين، مظبوط. هتقول لي الليد هنا كان بي بي بوزيتيف 2، حصل. بي ايه؟ بي جين 2 الكترون ويتحول لبي بي سوليد. فاذا ده حصل له ريدكشن. طب البي ار هنقول كده 2 بي ار نيجاتيف يحصل لهم ايه؟ يتحول لبي ار 2 بلس 2 الكترون، يبقى ده ايه؟ حصل له اوكسيديشن. اهو ده بقى يحصل عند الانود. اشمعنى؟ طالما الكتروليتيك سيل فانا عارف ان الانين هيروح عند الانود يحصل له اوكسيديشن، فانا فصلت لقيت ده كاتاين ده انين، يبقى البرومين هيحصل له اوكسيديشن والليد يحصل له ريدكشن، خلاص يبقى الليد ريدكشن، فالليد ده معادله الاوكسيديشن ما تنفعش، انما الليد هنا معادله الجيننج، اذا دي مظبوطه، يبقى دي الاجابه الصح، لان هو ده اللي احنا قلناه، ادي الليد بوزيتيف 2 مع 2 الكترون اداني ليد سوليد، يبقى هي دي فعلا. الباقي كله هاتش انكلود، ملوش دعوه. يلا اللي بعده. المغنيزيوم ماله؟
كان بي اكستراكتد. حلو، من فروم المغنيزيوم كلورايد ميلت. جميل جدا. ازاي؟ والله هتجيب لي ام جي سي ال 2 سوليد، هتعمل له ميلتنج فتحول لايه؟ لليكويد. بقى ام جي سي ال 2 ليكويد، فهو مفصول. طالما ليكويد يبقى اتفصل ايونز، يعني انا عندي ام جي بوزيتيف وعندي 2 سي ال نيجاتيف، الكاتاين هيروح ناحيه الكاثود طالما هو قال لي ايه؟ باي الالكتروليسز. خلاص، فالكاتاين هيروح عند الايه؟ عند الكاثود، الكاثود ريدكشن. خلاص، يبقى الكاتاين بوزيتيف 2 هيروح يجيني 2 الكترون ويتحول للام جي سوليد. حصل حصل. طب والاتنين سي ال، ها اناين يروح عند الانود يسلم الاتنين الكترون، اهو لوز الاتنين الكترون ويطلع في صوره جاز. يبقى عندي البوزيتيف الكترود، الانود، الكلورين، حصل له اكسيديشن. كلورين يحصل له اكسيديشن، يبقى 2 سي ال نيجاتيف، يبقى ده باي باي، ده باي باي. 2 سي ال نيجاتيف صح، 2 سي ال نيجاتيف صح، اداني سي ال 2 مظبوط مع 2 الكترون، حصل مظبوط حصل. يبقى يا سي دي تمام تمام مين اللي الفايزل؟ النيجاتيف بقى، النيجاتيف يروح له مين؟ ده كاثود، يبقى كاتاين. ادي الكاتاين كان رايح له ام جي بوزيتيف 2 ولا ام جي؟ لا، كان رايح له ام جي بوزيتيف 2 وجين 2 الكترون، لان ده تفاعل هنقول بقى نيجاتيف الكترون اللي هو الكاثود، وانت عارف ان الكاثود يحصل عنده ريدكشن. خلاص، يبقى هي دي الرايت ايه تشويز، يبقى دي مستبعده اهو. ده هنا ريدكشن، جيننج، لوزينج، زي الفل، مفيش مشاكل. يلا اللي بعده. What is the substance which is formed at the anode during the electrolysis of a molten NaCl؟ بمنتهى البساطة، molten Na positive Cl negative liquid liquid. انت عايز مين؟ انا عايز الانود، الانود يروح له الانين. مين الانين؟ Cl negative. يبقى انا عايز السبستانس، المادة اللي هتتكون، اتكونت، هو كان رايح Cl negative بس هو ما اتكونش كده، امال هيتحول كل 2 Cl يتحولوا Cl2 جاز، يبقى اسمه كلورين جاز، اي افولف مع 2 الكترون اي لوزنج، يبقى هيتكون ايه؟ كلورين. طالما مولتن، طالما مولتن، خلاص قال لي مولتن ان اي سي. فهمنا اللعبه؟ وبناء عليه يبقى ليه هي الرايت تشويس. حلوه قوي. اللي بعده بيقول لك الرياكشن ات ذا كاثود اوف الالكتروليتيك سيل. خلاص، انا عايز اعرف التفاعل اللي عند الكاثود. كاثود يبقى هيحصل له ريدكشن، تمام. هوز الكترودز ار اجرافيت. خد بالك، طالما ايه يا مستر؟ الاثنين الكترون من نفس النوع، ففي احتماليه كبيره ان هو يكون ايه بقى؟ مش عارف قلبت كده ليه. يبقى في احتماليه كبيره ان الاثنين دول يا معلم يكونوا الكتروليتيك سيل. ليه؟ الغلفانيك سيل لازم يكون في عندي ديفرنس في البوتنشال، الا واحده بس. مين هي؟ الفيول سيل. ليه؟ ما هو الفيول سيل يا معلم كانوا الاثنين جرافيت برضه، بس كانت بيحصل لها ايه؟ كان دايما اعمل سبلاي للفيول، اول ما الفيول السبلاي بتاعه يقف يبقى مفيش سيل عندي. خلاص، فهو بيقول لك ايه؟ انا عايز اعرف الرياكشن يحصل عند الكاثود في الكتروليتيك سيل هوز الكترود ار جرافيت، الاثنين جرافيت. خلاص، اند اتس الكترولايت از دايلوتد اتش سي ال، ادي الالكترولايت اتش سي ال بوزيتيف هنا نيجاتيف. طب الكاثود يروح له مين؟ افصل. ها، هتقول لي مين اللي هيروح؟ الهيدروجين هو اللي يجري عند الكاثود عشان ده الالكترولايت اللي موجود عندي، والاثنين دول جرافيت، يعني ايه انرتي مش هيدفع له. هيحصل، بص بقى هنا، الاكسيديشن والريدكشن يحصل ات الانود، ات الكاثود، مش طول انود طول كاثود، لان انا عندي حاجتين، تو او ات. تو هو اللي هيتاكل، ات عنده هناك. خلاص، يبقى اللي هيحصل، هتقول يا مستر كل اثنين اتش بوزيتيف يجروا يحصل لهم ايه؟ كاثود يحصل ريدكشن، يبقى هيجيني اثنين الكترون يتحول لهيدروجين جاز ايفولف. خلاص، وبناء عليه يبقى الاجابه ايه؟ نمبر كام؟ نمبر سي. فين سي؟ هي دي 2 اتش، 2 الكترون، اتش 2، هي دي. خلاص، وضحت؟ حلو الكلام، حلو الكلام. يلا نشوف اللي بعده. يلا يا مستر. بيقول لك يا دكتور، بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، which of the following accompanies with evolution of the two gases؟ خلاص، الهيدروجين عند الكلورين. حلو، هيدروجين ايه؟ بوزيتيف. حصل حصل، كلورين وهو ايون بيكون نيجاتيف. During the electrolysis of a concentrated solution of sodium chloride. حلوة قوي. معنى concentrated يا مستر، يبقى انا عندي ان ايه، وخد بالك قال لي solution، يبقى انا عندي ان ايه positive و H positive وعندي Cl negative و OH negative. طب عندي الكاثود، ده الانود طبعا، خلي ده الكاثود ماشي، نعمله هنا الكاثود ونعمل هنا الانود. يبقى ات الكاثود، ات الانود. ده الانود، ده الكاثود. ها، كلام على ايه يا دكتور؟ الكلام كالاتي يا مستر. ايه هو؟ عند الكاثود هيحصل ريدكشن، الريدكشن لمين؟ ما هو الكاتاين هو اللي رايح عند الكاثود، فالاثنين دول يروح. نقف هنا ليه؟ مين يا دكتور في دول اعلى ريدكشن بوتنشال؟
اعلى ريدكشن بوتنشال هو الهيدروجين مش الصوديوم، يبقى الهيدروجين مور ريدكشن بوتنشال زان الصوديوم، يبقى مين اللي يحصل له ريديوسد او مين اللي يحصل له ريدكشن؟ الهيدروجين طبعا. يبقى كل اتنين هيدروجين يجروا يروحوا يجينوا اتنين الكترون ويتحولوا ل H2 جاز. اهو هو بيقول لي انا عايز اعرف الجازز بتاع ده وده، خلاص يعني هو بيقول لك ايه، which of the following accompanies with evolution of the two gases، هل الالكترولايت بي اتش انكريزز اوفر تايم؟ اه هتزيد طبعا. ليه؟ ما انا هثبت لك دلوقتي. مش احنا عرفنا ان الهيدروجين هو اللي حصل له ايفوليوشن؟ اه ده اللي طار خلص. طب الاثنين نيجاتيف دول مين يروح هناك؟ هنا الفكره فكره كونسنتريشن. هو قال لي ماله؟ قال لي بص السوليوشن ده كونسنتريتد. يعني ايه كونسنتريتد؟ يعني عدد السي ال اللي موجوده كتيره قوي 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 هي اللي يحصل لها. ليه؟ بص انا قلت لك كده اوكسيديشن في الشرح صح؟ اه كونسنتريشن يعني ايه؟ يعني الاكسديشن لعبت كونسنتريشن. من الاخر مين اعلى كونسنتريشن، السي ال ولا الاو اتش؟ سي ال طبعا. يبقى السي ال هي اللي حصل لها ايه؟ اكسديشن. ازاي؟ كل اتنين سي ال نيجاتيف يروحوا يسلموا اتنين الكترونات ويطلعوا في صوره جاز. اهو سلموا اتنين الكترون طلعوا في صوره جاز. طب بص بقى ايه اللي اتبقى؟ ده خلص السي ال، اتبقى او اتش وان ايه؟ اذا يقلب ايه؟ يقلب بيزك سوليوشن. يبقى الالكترولايت بي اتش هتزيد؟ اه طبعا تزيد. يبقى اجابه مظبوطه. طب هل الفورمت جازز هتديزولف في الميه فورمنج هيدروكلوريك اسيد؟ الاجابه غلط. ليه؟ لان السي ال هيحصل له ايفولفنج والهيدروجين هيحصل له ايفولفنج خلاص، والهيدروجين اصلا سبرينج لي سولبل في الووتر. طب هل الصوديوم كلورايد سوليوشن بيكمز دايلوتد؟ لا طبعا مش دايلوتد، بالعكس ده هو صوديوم كلورايد بقى بيزك. طب هل تو ان ايكوال فوليومز اوف الهيدروجين اند الكلورين جاز ار ايفولفد؟ خد بالك انت هنا كانت اتنين وهنا كانت اتنين، فتقريبا النسبه واحده، هنا اتنين الكترون هنا اتنين الكترون واحدين خلاص، وده كمان ايه غلط. طيب يلا سؤالنا اللي بعده، يلا which of the following represent the electrolysis of a concentrated solution of a magnesium chloride using a graphite electrode؟ يعني ايه؟ عايزين نعرف مين في دول بيريبريزنت الالكتروليسيز اوف كونسنتريتد سوليوشن من مجنيزيوم كلورايد. اهو ادي الام جي بوزيتيف 2 سي ال نيجاتيف 1، ده كونسنتريتد الاثنين خلاص تمام. يوزنج الجرافيت الكترود، طالما جرافيت فانا ما عنديش ايه؟ ما عنديش الاثنين جرافيت عادي تمام تمام. طب مين اللي معاك تاني؟ طالما سوليوشن يا دكتور يبقى انا معايا اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف. نفس الفكره النيجاتيف سي ال النيجاتيف او اتش، طب والبوزيتيف اتش والبوزيتيف ام جي الاثنين دول اه مين في دول اعلى ريدكشن بوتنشال؟ ما انت خد بالك يا مستر حبيب قلبي الام جي والاتش الاثنين هيروحوا ناحيه الكاثود، كاثود نيجاتيف. طب مين فيهم يحصل له ريدكشن؟ هتقول لي الاعلى ريدكشن بوتنشال مين؟ الهيدروجين. يبقى الهيدروجين خلاص. يبقى الجاز اللي هيحصل له ايفولفنج هو بيتكلم على ايه؟ السبستانس تو بي ريديوسد. اه السبستانس اللي هتريديوسد مين؟ مش قلنا الهيدروجين؟ اه يبقى الهيدروجين ده بنعبر بيه عن ايه؟ ها انت عندك هيدروجين وعندك الام جي صح يبقى اللي هيريديوسد الووتر طبعا خلاص. يبقى مين اللي هيريديوسد؟ الميه. يبقى الميه الميه يبقى السي ال ده لا. ليه؟ ما هو الهيدروجين ده تبع الميه خلاص. دي اول حاجه خالص، ما احنا قلنا كده اهو حلو. طب الجاز اللي هيفرفت عند الانود، بص نفس الفكره، ايه هي؟ انود هيروح له الانينز، عندك او اتش يا دكتور وعندك اتش، حصل الاو اتش اسف والسي ال. طب مين في دول بقى يحصل له ريدكشن؟ مش هو قال لي كونسنتريتد؟ اه ما احنا قلنا اوكسيديشن كونسنتريشن. مين اعلى كونسنتريشن؟ السي ال. يبقى السي ال اللي يحصل لها ايه؟ هي اللي يحصل له ايفولفنج، هو ده اللي يحصل له اوكسيدايزد يتاكسد. يبقى ايه؟ يبقى ده وده برضو. بص الاثنين دول خلاص مستبعدين، هو ده بس الفيصل. ايه الفيصل؟ والله السي ال باي باي يا معلم، وعندك الهيدروجين حصل له ايفولفنج زي ما اتفقنا، اتبقى لك ام جي او اتش. ام جي او اتش ده سترونج بيز بيزك سوليوشن، يبقى البي اتش يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى هي دي الرايت تشويس، يبقى دي مستبعده خلاص تمام. نفس المثال اللي فات بالظبط، مفيش فيه اي اختلاف خالص، هو هو بتفاصيله. طيب يلا سؤالنا اللي بعده نمبر 15، يلا يا مستر. ديورنج الالكتروليسيز اوف الكونسنتريتد سوليوشن، برضه بص 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 كونسنتريتد، ها يبقى اوكسيديشن كونسنتريشن وهكذا. اوف الصوديوم برومايد، مين الصوديوم برومايد؟ ان اي بي ار، افصل بوزيتيف نيجاتيف. ليه؟ سوليوشن عدد الايونز كتيره، الالكترولايت بي اتش انكريزز اوفر تايم. هو قال لي بقى زي هو خلاص بقى قال لك دي زادت. وات از ذا سبستانس فورمد اد اتش اوف البوزيتيف الكترود اللي هو الانود والنيجاتيف الكترود اللي هو الايه؟ الكاثود. نفس الفكره بالظبط. يعني ايه؟ بص يا دكتور عندك ان اي بي ار وعندك اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف، حصل حصل برضو الهيدروجين والصوديوم كتاين كاثود يروحوا يحصل لهم ريدكشن. مين اعلى ريدكشن بوتنشال؟ هيدروجين. يبقى عندي النيجاتيف الكترود، فين النيجاتيف؟
هيكون هيدروجين هيدروجين هيدروجين، يبقى ده مستبعد ده مستبعد. طيب بص بقى، عندي البوزيتيف الكترود انود يبقى الانينز، عندي او اتش وعندي بي ار، بالله عليك ايه مين اعلى كونسنتريشن؟ بي ار. ها يبقى مين اللي يحصل له ايفوليوشن؟ بي ار، يعني مش الاكسجين، لا بي ار خلاص. وبناء عليه تبقى الاجابه ايه؟ يبقى ده مستبعد، يبقى انا عايز البي ار، يبقى هي دي الرايت تشويس. بس كده كل الثلاث اسئله دول كوبي بيست نفس الفكره اكزاكتلي، مفيش اي اختلاف. طيب الاوبوزيت فيجر ده الستريت، الستريتس الالكتروليسيز في الووتر اسيديفايد مع السلفوريك اسيد. تمام تمام يبقى انا عندي ميه اسيديفايد مع السلفوريك اسيد ماشي، يوزنج تو جرافيت الكترود، استخدمنا اثنين جرافيت من الالكترود اهو، ده جرافيت ده جرافيت. تمام تمام سو اف ان الاكس مول اوف الالكترونز ار بيزد ان ذا سيل، مررنا عدد مولات قد كده من الالكترونات، هنس 0.25 اكس مول اوف نقط جاز ايفولفد عند الانود عند الجازوت تايب. واحده واحده، ايه يا مستر؟ انت عندك هيدروجين، الهيدروجين اصلا اتش بوزيتيف، الاكسجين او نيجاتيف 2. تمام تمام وبناء عليه تعال نفكر كده واحده واحده، يعني ايه اللي يحصل؟ هتقول لي يا مستر اللي يحصل كالاتي، الاو نيجاتيف اناين، وانت قلت لي اناين بص هو قال لي ايه؟ الكتروليسيز تحليل كهرباء، صح صح، وبناء عليه الانين هيكون عندي الانود، طب الكاتاين هيكون عندي الكاثود، طب ما هو ده انود صح صح، ده كاثود ودي بطاريه، طالما بطاريه اصلا يبقى الكتروليتيك سيل خلاص، يبقى اذا ده البوزيتيف بول وده النيجاتيف بول، ده مبدئي. لذلك ايه يا مستر؟ انت دلوقتي يا معلم عند الانود، هو بيقول لي ايه السؤال اصلا؟ السؤال كان ايه؟ بيقول لك بقى ايه في الاجابات يعني، سو ان بيقول لك بقى الاو 2 جاز هي ايفولفد عند الانود ولا الاتش 2 عند الانود ولا طيب هو عند الانود، فين الانود؟ اهو ده الانود صح صح، حصل ايه؟ ايفولفنج للاكسجين، اكسجين انود صح، عند ده غلط. طب هل الاو 2 جاز ايفولفد عند الكاثود؟ لا ده الهيدروجين عند الكاثود. طب هل الاتش 2 جاز ايفولفد عند الكاثود؟ ايوه ما هو الاتش 2 هنا قال لي ووتر اسيديفايد بالسلفوريك اسيد، ووتر اسيديفايد بالسلفوريك اسيد، لذلك دي تنفع ودي تنفع الاثنين صح. طيب هي الفكره فين؟ ما هو هنا ووتر اسيدفايد عادي يعني، هنا برضه اتش بوزيتيف واتش بوزيتيف يعني تركيز الاتش مش قليل، ده حلو يعني خلاص. طب هي الفكره فين؟ الفكره بقى في دي، هو بيقول لك بقى سو لو احنا مررنا اكس مول من الالكترونات ار بيزد ان السيل، هنس قد كده مول من مين؟ يبقى هو بقى الرقم ده اللي انا عايزه. طب انا هعرفها منين؟ يبقى لازم الاول نكتب الكيميكال رياكشن بتاعت مين يا مستر؟ اهو مش انت عندك اتش 2 وعندك ايه كمان؟ O2 مظبوط مظبوط، دول نتجوا من ايه؟ قال لي بص الاوبوزيت فيجر الستريت الالكتروليسيز اوف الووتر، يبقى تحليل لمين؟ للميه، ادي الووتر H2 تمام، هي اسيدفايد بالسلفوريك اسيد اهو، ادي السلفوريك اسيد يعني مش هنضيفه معاها، لا كويشن ووتر عاديه، اعمل لي بالانس هتقول لي هنا 2 بالانس هنا 2 ظبطت. تمام تمام ايه اللي هنعمله؟ نعمل كده، انت الاول يا دكتور عايز تعرف ايه؟ انا عايز اعرف الايونز اللي موجوده عندي، طيب حول لي ده لايونز او افصل لي دول، هيتفصلوا ازاي؟ ده عباره عن اتش 4 اتش بوزيتيف، عرفنا منين يا مستر؟ 2 تايمز 2 4 فصلناها ايونز 4 اتش، طب وده 2 او نيجاتيف 2 تمام كده؟ تمام كده انا معايا الايونز، ايه اللي هنعمله دلوقتي اللي هيحصل كالاتي؟ والله الاربعه هو بيقول لك ايه؟ لو احنا مررنا اكس مول، طب نورمال اب نورمال، بمعنى انا عندي دلوقتي في النورمال ان كل 4 اتش بوزيتيف بيحتاجوا ل 4 الكترون عشان ده عندي الكاثود هيحصل له ريدكشن، مظبوط مظبوط، ويكونوا لي ايه؟ ويكون لي 2 اتش 2 اهو، شيل لي بقى دول كده خالص، احنا عرفنا ده هنعملها ازاي، يبقى دول اصلا ادي ال 4 اتش، يبقى دول كده عباره عن 4 اتش بوزيتيف ودول 2 او نيجاتيف. تمام تمام كل 4 اتش بيجين 4 الكترون ويكون لي 2 اتش 2، طب الناحيه الثانيه؟ والله كل 2 او نيجاتيف 2 دول لوحدهم بيحصل لهم اوكسيديشن، ما ده اوكسيديشن بقى، الاكسجين اوكسيديشن عند الانود،
يبقى كل اتنين اوتو بيحولوا الاوتو ويلوز الاتنين الكترون. حصل حصل. لا هنا 2 تايمز 2 فور 4 الكترون، اسف. يبقى 2 في 2 ب 4. هنا 4 في 1 ب 4، مظبوطه كده. لان المفروض عدد الالكترونات اللي بتجين قد اللي بتلوز بالظبط. دي المعادله الطبيعيه، تمام. هو عايز ايه؟ انا بقول لك بقى، لو انا مررت اكس مول من الالكترونات، قد ايه من دول يحصل له، يعني يحصل له ديبوزيتد خلاص، او قد ايه من دول يتكون. فانا هنعمل كده، كل هنا 4 مول من الالكترون بيرسبوا لي 2 مول من الهيدروجين. حصل حصل. ما هو انا عايز قد ايه مول من دول بقى. طيب يبقى الفكره فين؟ الفكره ان احنا ضايفين قد ايه بقى في الاب نورمال؟ احنا ضايفين اكس واحد، يبقى الاكس مول دي خلاص، الاكس مول اللي احنا ضفناها هترسب قد ايه؟ وهنعمل هنا اكس. طب ما هو اكس مول دي يعني ب1، اكنها ب1 بالظبط، هنعتبرها ب1 خلاص. يبقى الاكس ده هنعتبرها بيها مستر ب1. طب وبناء عليه يبقى الكلام على ايه؟ هتقول لي كده، شيل الاكس دي خالص وقول 1 بدل اكس مول، نعتبرها ب1. يبقى 2 تايمز 1 اوفر ايه؟ يبقى الاكس ايكوال 2 اوفر ايه؟ 2 اوفر 4 طلعت بكام؟ بهاف. طب هل ده هاف مول؟ لا، يبقى ده مستبعد. طب تعالى هنا، كل 2 مول، انت عندك هنا 4 مول من الالكترونات، صح. 4 مول من الالكترونات خرجوا قد ايه؟ خرجوا مول واحد. يبقى ال 4 مول خرجوا مول واحد، هنا ال 4 مول خرجوا 2 مول. فهي دي الفكره، ده احنا عايزين ده، عايزين ده، خلاص. يبقى هنا كل 4 مول اهو، كل 4 مول كانوا بيطلعوا قد ايه؟ بيطلعوا 1 مول. حصل حصل. طيب انا عايز اعرف بقى اكس مول اللي هو 1 بقى يطلع لي قد ايه؟ فهمت؟ ونعمل كروس مالتبلاي، يبقى 1 تايمز 1 اوفر 4 يطلع بكام؟ 1 اوفر 4 يطلع ب 0.25، خلاص. 0.25 اللي هو ربع اكس. اه يبقى هي دي، يبقى فعلا الاكسجين هو الاصح، الهيدروجين ماله؟ غلط. هي مساله فيها فكره الصراحه، وفكرتها زي ما قلنا في موضوع المول ده. طب انا هعرفها منين يا مستر؟ تعرفها يا دكتور ان الكيميكال ايكويشن، هتكتب كيميكال ايكويشن هيدروليسيز عاديه زيها زي الفيول سيل، ده رقم واحد. طب رقم اتنين، انا عايز اعرف بقى كام الكترون بيرسب كام مول، كام الكترون بيرسب كام مول، فاهم؟ طب ما هنا الاربعه بيرسبوا 2، امال هنا الاربعه بيرسبوا 1، فهمت؟ فمن هنا نقدر ايه نتوقع الناتج. فيها فكره؟ فيها فكره، ما ننكرش طبعا. طيب يلا اللي بعده. Which of the following is the substance formed at the cathode؟ مين في دول؟ يتكون عند الكاثود during the electrolysis of each of the molten sodium chloride and the concentrated solution of the sodium chloride. طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايز اعرف مين من السبستانس دي اللي هيتكون عند الايه؟ كاثود. كاثود يبقى كاتاين مولتن اهو، ان اي بوزيتيف سي ال نيجاتيف. مين الكاتاين؟ صوديوم. يبقى في ده صوديوم، صوديوم صوديوم، يبقى ده مستبعد، ده مستبعد. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى الاجابه يا سيدي. طب اللي بعده، تعالى بقى ايه كونسنتريتد. بص كونسنتريتد، اه انت عندك ان بوزيتيف صح، بس عندك اتش بوزيتيف. طيب وعندك هنا ايه؟ سي ال نيجاتيف و او اتش نيجاتيف، طالما سوليوشن. طب ما احنا كده كده اتفقنا الكاثود، مش هو عايز يعرف مين عند الكاثود؟ اه كاثود كاتاين، فمين في دول يحصل له ريدكشن؟ هيدروجين طبعا. يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز صوديوم مع هيدروجين، صوديوم مع هيدروجين صح، صوديوم مع صوديوم غلط. يبقى هي دي الاجابه بمنتهى البساطه. خلاص تمام. طيب يلا اللي بعده، يلا يا مستر. In terms of the data in the table, each of the following represent the electrolysis. عايزين نعرف مين في دول بيريبريزنت الالكتروليسيس بتاع البوتاسيوم ايودايد سوليوشن كونتيننج فينولفيثالين. حلو جدا. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. اولا احنا عندنا يا مستر ادي الكونتينر بتاعنا فيه بوتاسيوم ايودايد سوليوشن، فانا عندي اتش بوزيتيف، عندي او اتش نيجاتيف، تمام. وادي التو الكترود، وادي جبنا الباتري ان هو بيقول لي طبعا الكتروليسيس يعني تحليل كهربي، خلاص يبقى الكتروليتيك سيل. وبالتالي نوصل هنا بهنا، يبقى ده الانود، ونوصل ده بده، يبقى ده الايه؟ ده الكاثود. يبقى ده هنا انود وهنا ده كاثود، تمام. الكلام على ايه بقى يا معلم؟ الكلام دلوقتي هو عايز يعرف، هو بيقول لك each of the following be represent the electrolysis containing فينولفيثالين. يبقى انا عندي كمان، خد بالك انا عندي انديكيتور، خلاص بيقول لك بقى كل ده ما عدا في حاجه غلط يلا هنختارها، تمام. طب تعالى احنا ندرس نشوف ايه اللي هيحصل. اولا نبتدي بالكاثود، انا قلت لك ابتدي بالكاثود. طيب كاثود ماله؟ هيروح له الكاتاين. مين الكاتاين؟ هيدروجين وبوتاسيوم. حصل حصل. بس الكاثود انا عايز اعلى ريدكشن بوتنشال. مين اعلى ريدكشن بوتنشال؟ ها هتقول لي يا مستر هو الهيدروجين طبعا، يبقى الهيدروجين هو اللي يحصل له ريدكشن. يبقى الهيدروجين اتش بوزيتيف، كل اتنين منه يروحوا يجين اتنين الكترون
خلاص، ويتحول ل H2 جاز. مظبوط مظبوط. طب تعالى للناحية التانية، مالها الناحية التانية؟ اللي هيروح عند الانود، الانود اوكسيديشن خلاص، والاوكسيديشن قلنا كونسنتريشن. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تقول لي مظبوط. هو قال لي ايه؟ قال لي سوليوشن عادي من الكي اي وما ذكرش الكونسنتريشن. خلاص يبقى نشوف مين الاوكسيديشن بوتنشال. انت عندك الكي خلاص، وعندك او اتش، اسف، عندك الاي، الاي ادي الايودين خلاص، الايودايت، وعندك الاو اتش الهيدروكسيد. مين في دول يحصل له اوكسيديشن؟ اكيد الايودايت، الحركه بتاعته اسهل بكتير جدا وهو اعلى اوكسيديشن بوتنشال. انما الاتوميك جروبز بتكون ابطا كتير. فايه اللي هيحصل؟ اللي يحصل ان يحصل ايه؟ اوكسيديشن للايودايت. فالايودايت اهو كل اتنين ايودايت تمام بيروحوا عند الانود خلاص، ويقوم حصل لهم اوكسيديشن، اتحول للايودين بلس بلس ايه بقى؟ ال2 الكترون اللي عمل لهم لوزنج خلاص. طيب لذلك بص، انا عندي الانود حصل اوكسيديشن للايودايد، والكاثود حصل ريدكشن للهيدروجين، فالهيدروجين باي باي، ايودايد باي باي، اتبقى لي كي او اتش. حصل وبناء عليه هو بيقول لي ايه؟ تعال نشوف بقى اختياراتنا. هل البوتاسيوم ميتال از فورمد؟ هل في بوتاسيوم ميتال هيتكون؟ لا طبعا مش هيتكون. امال مين اللي هيتكون؟ قلنا الهيدروجين، فده اختيار خطا. هو بيقول لي ايه؟ كله اكسبت، فدي ممكن تكون اكسبشن. بس تعال نشوف اللي بعده. هل في براون كلر ابيرز ات الانود؟ تعال نبص عند الانود، الانود فيه ايودين. طب هو الايودين كان الكلر بتاعه براون؟ اه طبعا براون، صح، فدي جمله مظبوطه خلاص، فمش هنختارها لان هو عايز الاكسبشن. طب في بينك كلر هيظهر عند الكاثود؟ بينك كلر هو بيتكلم ليه؟ عشان الاو اتش خلاص، يعني وجود الاو اتش هو كده كده فعلا هيكون فعلا بيزك سوليوشن، فبيزك سوليوشن للفينول في سالين بيكون الكلر بتاعه بينك، فانا عندي البينك كلر. وبما ان البراون ظهر هنا فالبنك يظهر هنا، ماشي شغال، يعني دي كمان ايه؟ دي كمان مظبوطه. انما في جاز بيفولفز ات الكاثود، تعال نبص عند الكاثود، في جاز اللي هو الهيدروجين اهو بيفولف، لذلك ماله كل الكلام ده؟ ماله يا مستر كل الكلام ده مظبوط، هي دي بس الايه؟ الخاطئه تمام. طيب هو ايه بقى، ايه علاقه التيبل؟ تعال نبص على التيبل. هو بيقول لك البوتاسيوم حصل له ريدكشن خلاص، او الريدكشن بوتنشال بتاع البوتاسيوم بالفاليو دي. طب وهنا دي الايكويشن بتاعت الجاز اللي هي الايفولفنج اوف الهيدروجين جاز، دي بتاعت لو كان الاو اتش هو اللي هيحصل له اوكسيديشن، هنا دي لو الاو اتش حصل له اوكسيديشن خلاص. طيب هنا الاثنين دول مع الميه الهيدروجين، دي المعادله بتاعت الكاثود بتاعت الريدكشن، دي بص دي ريدكشن الهيدروجين عند الكاثود خلاص. طيب وده الايودايد حصل له ايه؟ ده حصل له اوكسيديشن، فدي معانا عادي جدا ودي معانا عادي جدا خلاص، انما ما حصلش ايفولفنج، ما حصلش ده وما حصلش ده، فهو جايب الاربع احتمالات، يعني دول كان ممكن يحصلوا وده اللي حصل خلاص، فاحنا كده كده الاختيارات واضحه. طيب تعال نبص على اللي بعده. الفولوينج تيبل بيوضح البرودكتس اوف الالكتروليسيس اوف الثري الكترولايت. تمام، ادي الالكترولايت الاولاني كونسنتريتد صوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl، طبعا ده احنا اشتغلنا عليه. بيقول لي السوليوشن فورمد افتر كومبليت الكتروليسيس. بص معنى الكتروليسيس يعني فصل كهربي، يعني في حاجات هتتفصل وفي حاجات هتتبقى. تعالى يلا كده نفتكر، ادي الصوديوم كلورايد Na بوزيتيف Cl نيجاتيف، عندنا H بوزيتيف O H نيجاتيف عشان ده سوليوشن. تمام، طب هنقول هنا البوزيتيف هنا النيجاتيف، ده الانود ده الكاثود. الانود طبعا هيحصل عنده ايه؟ اوكسيديشن، والكاثود ريدكشن. طيب فكره الاوكسيديشن هنا ان انا عندي السي ال نيجاتيف او اتش، ده كونسنتريتد، السي ال هو اللي هيحصل له ايه؟ هو اللي هيحصل له اوكسيديشن، يبقى السي ال نيجاتيف كل اتنين منهم هيتحولوا لسي ال 2 جاز عند الانود، ويسيبوا الاتنين الكترون، يلوز الاتنين الكترون. طيب امال عند الكاثود يا مستر الكلام على ايه؟ الكاثود بقى هيبقى كالاتي، انت عندك الاتش بوزيتيف والان اي بوزيتيف، مين في دول اعلى ريدكشن بوتنشال؟ هيدروجين، كل اتنين اتش ياخدوا اتنين الكترون ويتحولوا ال H2 جهاز بيفولف. لذلك انا حصل ايفولفنج في الخليه الاولانيه عند الانود وعند الكاثود، الانود كلورين جاز، الكاثود هيدروجين جاز، اتبقى ان اي او اتش، فهنا البي اتش او ده عباره عن بيزك سوليوشن خلاص. فهو بيقول لي ايه؟ السوليوشن اللي اتبقى صوديوم هيدروكسيد، وده فعلا اللي اتبقى فعلا صوديوم ايه؟ صوديوم هيدروكسيد، لان ده وده استخدموا خلاص، حصل لهم عمليه فصل. طيب تعالى للي بعده.
بيقول لي سيلفر نيتريت سوليوشن مع اتبقى نيتريك اسيد اهو، انهم ماسكين الحاله الثانيه. عندي سيلفر نيتريت يعني اي جي بوزيتيف ان او 3 نيجاتيف، تمام. سوليوشن عندي اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف، يلا نفس الفكره. ادي الانود ادي الكاثود، ها كلام على ايه؟ الانود والكاثود. تعال نشوف الانود، ها مين يروح له؟ هتقول لي عندي النيتريت والهيدروكسيد، مين في دول يحصل له اكسديشن؟ لا الهيدروكسيد. خلاص ليه الهيدروكسيد اسرع من الايه؟ من النيتريت. النيتريت بتكون ابطا والاكسديشن بتاعها بيكون صعب، وبناء عليه يا مستر يبقى ايه؟ هنقول بقى الهيدروكسيد هو اللي هيحصل له اكسديشن. فكل 4 او اتش نيجاتيف بيدونا او 2 بلس 2 اتش 2 او بلس 4 الكترون. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب الناحية التانية ايه اللي يجرى؟ اللي هيجرى ان عندنا السيلفر والهيدروجين. طيب مين في دول اعلى ريدكشن بوتنشال؟ سيلفر. خلاص وبالتالي ايه اللي يحصل؟ وبالتالي ايه اللي يحصل يا مستر؟ اللي هيحصل يا دكتور ان كل 4 سيلفر هيجينوا الاربعة الكترون دول ويتحولوا لاي جي سوليد 4 اي جي سوليد. لذلك السيلفر باي باي، والناحيه الثانيه قلنا الهيدروكسيد باي باي، اتبقى اتش ان او 3 نيتريك اسيد. قال لي فعلا نيتريك اسيد مظبوط. كبر 2 كلورايد سوليوشن، يلا اخر حاجه بقى منهم عشان نشوف هو عايز ايه. ادي الكبر 2 كلورايد، يبقى السي يو بوزيتيف 2 وهنا سي ال نيجاتيف، وعندنا اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف. وهات لي الانود وهات لي الكاثود، هنا الانود هنا الكاثود. الكلام على ايه؟ الكلام على عندنا السي ال والاو اتش، مين يحصل له اوكسيديشن؟ طبعا السي ال يا دكتور على اوكسيديشن بوتنشال. خد بالك سي ال بي ار اي بالترتيب كده، خلاص يجي بعديهم الاو اتش وهكذا، يجي بعديهم الان او 3 وهكذا. خلاص فالشاهد ان الاو اتش السي ال هيكون اعلى اوكسيديشن بوتنشال، وبالتالي كل اثنين سي ال نيجاتيف هيروحوا يتحولوا ل سي ال 2 جاز بلس 2 الكترون. طب ريدكشن، عندي كبر وعندي هيدروجين، ها مين اقل؟ طبعا الكبر هيكون ماله؟ الكبر هيكون اقل. خلاص يبقى الكبر هو اللي هيحصل له ريدكشن، يبقى هنا الكبر بوزيتيف 2 هيجيني 2 الكترون ويتحول ل سي يو سوليد. تمام كده؟ تمام كده احنا كتبنا كل حاجه تقريبا. ايه اللي انت عايزه؟ قال لي الووتر ويتش ووز ذا سولفنت، تعالى نتاكد. الكبر خلاص باي باي، وقلنا الناحيه الثانيه الكلورين باي باي، فعلا اتبقى لي ايه؟ الميه اتش او اتش اللي هنا ايه؟ الميه سولفنت. طيب ايه اللي انت عايزه بقى؟ ويتش اوف ذا فولونج شوز اذر برودكت اوف ذيس بروسيس. طيب هل الاكسجين جاهز هيفولفد عند الانود في واحد واثنين؟ تعالى نشوف كده واحد واثنين. ادي يا دكتور ده واحد وده اتنين، خلاص نمسك الانود، الانود هنا كلورين واتنين اهو الانود كده، ايه اللي حصل له؟ اكسجين. فالاكسجين في اتنين صح، في واحد لا. خلاص يبقى هل الاتنين دول صح؟ لا. طب هل الهيدروجين جاز ايفولفد عند الانود في اتنين وتلاته؟ تعال نشوف اتنين وتلاته. ادي عند اتنين دي اتنين، دي رقم اتنين، دي رقم تلاته. خلاص عند الاتنين عند الانود اكسجين. طب وفي التانيه في التالته هنا كلورين، فاكيد مش هيدروجين خالص. خلاص وبعدين اصلا الهيدروجين المفروض بيكون كاثود على طول مش انود خالص، لان الهيدروجين بوزيتيف فيروح عند الكاثود. طب التو ميتالز ار ديبوزيتد ات الكاثود اوف السيلز اوف 2 و3، التو ميتالز اللي عندك حصل لهم ديبوزيتد. تعال نشوف في 3 الكبر ديبوزيتد فعلا صح. طب وفي 2 السيلفر ديبوزيتد برضه اهو، ادي السيلفر ديبوزيتد برضه صح، ده ميتال وده ميتال، يبقى اذا الاجابه دي مظبوطه، يبقى هي دي الاجابه الايه؟ هي دي الاجابه الصحيحه. خلاص طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر بيقول لك ايه؟ بيقول لك in which of the following cell does pH increase around the copper electrode by the time. يعني ايه pH يزيد؟ pH يزيد معناه يكون بيزك. خلاص عند الايه؟ عند الكبر الكترود. طيب تعال نبص كده عليهم. اولا هنا دي مش الكتروليتيك سيل، هنا دي لامب مش الكتروليتيك سيل. امال الكتروليتيك سيل لازم يكون عندي باتري، لازم يكون عندي باتري. خلاص كده حلو الكلام. حلو الكلام. لذلك ده مستبعد وده مستبعد، يبقى الاجابه يا بي يا دي. طيب واحده واحده كده، انت عندك ايه الاول؟ عندنا هنا بطاريه، ده النيجاتيف فده عباره عن نيجاتيف كاثود، وده بوزيتيف وده انود، يبقى هنا ده ايه؟ كاثود. طيب كاثود، وهنا انا عندي اتش بوزيتيف سي ال نيجاتيف،
فالهيدروجين يجي هنا، يبقى هنا اتش، كل 2 اتش بوزيتيف هيدينه 2 الكترون ويتحول للاتش 2، لذلك الاتش هنا كونسنتريشن قل، يبقى البي اتش بيزيد. طالما قل الاتش يبقى البي اتش بيعلى فعلا، فدي مظبوطه صح. طب تعالى هنا، ها الكبر هنا انود، فاهمني، والكربون هنا كاثود، حصل. فهو بيقول لي انا عايز اعرف البي اتش هيزيد عند الكبر، كبر الكترود. هو فعلا هنا البي اتش عند الكبر زاد، يبقى هي دي الاجابه المظبوطه، لان هو البي اتش زاد هنا عند الكبر، انما بص هنا الكبر ده كاثود. فيعني ايه كاثود يا مستر؟ يعني البي اتش هيزيد عند الكربون وليس الكبر، بس كده خلاص. يلا 21 بيقول لك ايه؟ الالكتروليسيس اوف 1 بوينت مولر من ال ان اي اي سوليوشن ريزلتس ان ذا فورميشن اوف الجاز بابل ات 1 الكترود اند براون سبستانس ات اذر، وات ذا كاثود هاف سيل رياكشن. هو عايز الكاثود هاف سيل رياكشن. طيب تعالى الاول نشوف البابلز ونشوف البراون هيكونوا فين، وبعد كده نقول له مين الكاثود هاف سيل رياكشن. حلو الكلام، حلو الكلام. اول حاجه انت عندك يا معلم ان اي اي، فان اي بوزيتيف، اي نيجاتيف، عندك او اتش نيجاتيف، عندك اتش بوزيتيف، فالريدكشن ما بين الاثنين دول هيدروجين يكسب، فحصل ايفولفنج للاتش 2 جاز ات الكاثود. خلاص. طب ما بين الاثنين دول ايودين يكسب، يبقى الاثنين ايودين يتحولوا لاي 2 فيبر، او اي 2 اسف، اي 2 ليكويد. خلاص، مع مين؟ مع ال 2 الكترون. حلو حلو، ده عند الانود وده عند الكاثود. طيب يبقى الكلام على ايه؟ الكلام ان هو عايز وات از ذا كاثوديك هاف سيل رياكشن. الكاثوديك هاف سيل رياكشن اللي هو التفاعل بتاع مين؟ بتاع الريدكشن اوف الهيدروجين، اللي هو الاثنين اتش بوزيتيف هيجينه 2 الكترون. خلاص، بوزيتيف هيجينا 2 الكترون ويتحول ل اتش 2 يتصاعد. حلو حلو. فهو مبدئيا بقى احنا عايزين ايه؟ الهاف سيل. حلو حلو. لذلك بص، هل ده تبع الكاثود خالص؟ لا، ده هو هيدروجين، وده برضو لا. اذا يا ده يا ده. طب ايه بقى التفاعل بتاع الايفولفنج الهيدروجين؟ انا عايز يحصل ايفولفنج للاتش 2، لان هنا هيكون اي 2. تمام، فمفروض يحصل ايفولفنج للهيدروجين. خلاص، والهيدروجين تفاعل ايه؟ تفاعل جيننج. بص هنا ده جيننج مظبوط، بص هنا ده الووتر بت ايه؟ بتلوز، فده تفاعل اكسديشن. احنا عايزين جيننج، يبقى بالاستبعاد هي دي الاجابه الايه؟ هي دي الاجابه المظبوطه. طيب يلا ندخل على فاراديز لو، الجنرال لو. اول سؤال بيقول لك ايه؟ الاوبوزيت فيجر بيوضح ان اكسبيرمنت تو ميجر الكوانتيتي اوف الالكتريستي. خلاص، دي تجربه بتوضح القياسات كوانتيتي في الالكتريستي. خلاص، ريكواير تو ديبوزيتد قد كده مول من الكبر اتوم. وات از ذا تول ويتش از نيسيسري فور ذا بيرفورمانس اوف ذيس اكسبيرمنت. طيب اولا هو مديني ان الكوانتيتي اوف الالكتريستي، او مديك الفولت عندك. خلاص، طب انت عايز دلوقتي تجيب الديبوزيتد ماس، صح. طب ما احنا عارفين ان الكوانتيتي اوف الالكتريستي ايكوال الكرنت انتنسيتي مالتبلاي التايم. حصل. مظبوط. وكل ما الكوانتيتي اوف الالكتريستي زادت، كل ما الديبوزيتد ماس هتزيد. وبناء عليه الكرنت انتنسيتي هو مديني الاميتر اهو عشان اقيس الكرنت انتنسيتي. حلو حلو. ومديني الايه؟ الفولت بتاع الباتري. مظبوط. يبقى انا محتاج احسب ايه؟ محتاج احسب التايم اللي هيمر من خلاله، او التايم اللي هيتيك انتو ديبوزيتد قد كده مول. يبقى ايه التول ان انت محتاجها عشان تبرفورمنس الاكسبيرمنت دي؟ هل اللايت بالب؟ لا. ثرموميتر برضو لا. فولت ميتر؟ هل هتحتاج لفولت ميتر؟ طب معايا اصلا الفولتج 6 فولت مش محتاجه. يبقى انا محتاج مين؟ محتاج الستوب ووتش عشان نيميجر الايه؟ نيميجر التايم. خلاص، يبقى الكرنت انتنسيتي مالتبلاي التايم. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. وات از ذا كوانتيتي اوف الالكتريستي ريكوايرد تو ديبوزيتد قد كده. يبقى انا عايز الكوانتيتي اوف الالكتريستي، انا عايز الكيو. خلاص، ريكوايرد تو ديبوزيتد قد كده جرام، يبقى دي الليبريتد ماس. تمام، من البوتاسيوم، ومدينا الاتوميك ماس بتاعته فورم البوتاسيوم فلورايد ميلت. طيب هنلعبها ازاي ديت؟ كالاتي، هنقوم قايلين كده، احنا عندنا معلومة بتقول
اللي كل 96500 كولوم خلاص بيديبوزيتد الجرام ايكويفالنت ماس. حصل. طيب يبقى قد ايه كوانتيتي اوف الكتريستي بتليبريت؟ قد ايه بقى هو مدينا قد ايه؟ 39 جرام بتليبريت 39 جرام. خلاص ده معايا ده معايا ده محتاج احسبه اللي هي الجرام ايكويفالنت ماس. فنقول كده ادي الجرام ايكويفالنت ماس ايكوال الاتوميك ماس بتاع الاليمنت 39 اوفر البوتاسيوم طبعا كي بوزيتيف 1 خلاص اوفر الاكسيديشن نمبر 1 طلع ب 39. يبقى كل 96 بروديوس دي 39 يبقى قد ايه بروديوس 39 كروس مالتيبلاي ده راح مع ده طلع بايه 96 500 كولوم. يبقى 96 500 كولوم ايه بقى ايه هي الرايت ايه؟ يبقى هي دي الرايت ايه تشويس. تمام كده؟ تمام. تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. How much electricity does it take to deposit it قد كده؟ يبقى دي الليبريتد ماس. تمام. اوف الجولد فروم ان الكترولايت ذات كونتين اي يو بوزيتيف 3 ايونز. تمام. طيب انت عايز ايه؟ انا عايز هاو ماتش الكتريستي، عايزين الالكتريستي، يعني عايزين الكوانتيتي اوف الالكتريستي. طيب هنعمل ايه؟ نفس الفكره بالظبط، يعني المره دي بدل ما هنستخدمها كولوم لا هنستخدمها هنقول فاراداي. ليه؟ هو بيقول لي بص عندك فاراداي وعندك كولوم برضه، فهنستخدمها فاراداي. ادي فاراداي كل 1 فاراداي خلاص بريسبتيت الايه؟ الجرام equivalent mass. حصل. طب يبقى قد ايه هاو ماتش بقى الكوانتيتي اوف الالكتريستي اللي هو عايزها بريسبتيت قد ايه؟ مين الليبريتد ماس بقى؟ الليبريتد ماس 6.57. يبقى انا اجيب جرام ايكوفالنت ماس. يلا جرام ايكوفالنت ماس للجولد بكام؟ ب 197 اوفر كام؟ اوفر الاكسيديشن نمبر بتاعه هيكون 3 بقى اوفر 3. يبقى نقوم شايلين الجرام ايكوفالنت ماس ونحط الفاليو دي، نقوم قايلين كده 197 اوفر 3، نقوم عاملين ايه؟ عاملين كروس مالتيبلا، يعني نضرب ده في 1 اوفر ده تطلع بالفرادي، نقوم عاملين كده اهو كام بقى 6.57 تايمز 1 اوفر، اعمل لي بقى فراكشن تحت 197 اوفر 3. ها الكلام على مين يا دكتوره؟ الكلام على 0.10000 خلاص 0.1، اذا هيطلع 0.1 فرادي خلاص. هل موجود؟ 0.1 فرادي خلاص. يبقى هي دي الاجابه الايه؟ هي دي الاجابه المظبوطه. تعالى يلا نشوف اللي بعده. What is the amount of electricity؟ ده هو عايز الكيو، هو محتاج هنا مين؟ الكيو. To deposit it قد كده يبقى دي liberated mass من السيلفر، ومدينا الاتوميك ماس ان السيلفر نيتريت اللي هي الاي جي ان او 3، فهو بوزيتيف 1 هنا السيلفر في السيلفر نيتريت. نفس الفكره هنعمل ايه؟ هنقول له والله ال 1 فاراداي اللي هو المفروض 96500 كولوم، بس احنا هنشتغل فاراداي الاول خلاص لان انا شايف الارقام صغيره قوي. ده بيديبوزيت قد ايه الجرام ايكوفالنت ماس؟ الجرام ايكوفالنت ماس للسيلفر 108 اوفر 1 يعني 108. تمام. يبقى قد ايه كوانتيتي اوف الالكتريستي بتديبوزيتد 54 جرام، ونعمل كروس مالتيبلاي هنضرب ده في 1 خلاص. يبقى يا جماعه من دي 1 ده في 1 اوفر 108، يبقى 1 مالتيبلاي 54 اوفر 108، يبقى 54 اوفر 108 طلعت بنص، يبقى هاف فرادي. هاف فرادي ده لان هي استحاله تطلع هاف كولوم طبعا لان الفرق ما بينهم كبير. ال 1 فرادي زي ما انتم عارفين ب 96500 كولوم، فما فيش الايه؟ ما فيش الكلام ده. تعالى يلا نشوف اللي بعده. الكوانتيتي اوف الالكتريستي كيو ريكوايرد تو ديبوزيت قد كده ليبريتد ماس من الكالسيوم، يدينا الاتوميك ماس ثرو الالكتروليسيس اوف الكالسيوم كلورايد، ده بوزيتيف 2 ده نيجاتيف 1، هتفصل ايونات يعني خلاص. نفس الفكره هنقول ان كل 1 فرادي بيبروديوس الجرام ايكوفالنت ماس اللي هو ال 40 اوفر 2 اللي هو ال 40 اللي هو الاتوميك ماس اوفر الفالنسي بتاعه خلاص. يبقى قد ايه كوانتيتي بتليبريت 20 اللي هي الليبريتد ماس؟ اعمل لي كروس مالتبلاي هنا دي هتطلع ب 20 1
تايمز 20 ب 20 اوفر 20 يبقى ب 1، يبقى 1 فاراداي. بس كده يطلع 1 فاراداي. اللي بعده الكوانتيتي اوف الالكتريستي كيو ريكواير تو ديبوزيت قد كده مول، يبقى ده الايه؟ ده الليبريتد ماس. تمام. اوف السيلفر فروم سيلفر نيتريت سوليوشن ايكوال قد ايه؟ برضه عايزاه بالفاراداي. طيب دي تتحل بطريقتين ازاي؟ زي ما احنا مشغلين عادي، اللي هو هتقول لي بص اللي احنا عارفينه ان كل واحد فاراداي، واحنا هنا الاجابات بالايه؟ بالفاراداي. صح. كل 1 فاراداي بروديوسد قد ايه؟ هتقول لي يا مستر بروديوسد الجرام ايكوفالنت ماس، اهو الجرام ايكوفالنت ماس. حلو. يبقى دي فاراداي هي ديبوزيتد 0.5 مول. مظبوط. هي الفكره ان هنا ماس هنا مول، ينفع؟ لا. يبقى انت هتحول لي المول حوله لماس. طب ازاي احول مول لماس؟ هقول له والله الماس بتساوي النمبر اوف مول مالتبلاي المولر ماس، النمبر اوف مول بهاف مالتبلاي مولر ماس السيلفر بكام؟ ب 108. يبقى هاف مالتبلاي 108 طلعت بكام؟ هتقول لي يا مستر طلعت ب لسه قايلينها 54 تقريبا. ايوه 54 خلاص. فاحنا هنقول كده كل 1 فاراداي بروديوسد الجرام ايكوفالنت ماس، ما هو السيلفر هو بيقول لي اي جي ان او 3 صح بوزيتيف نيجاتيف، فهو ايه؟ ب 1 يعني 108 اوفر 1 ب 108. يبقى قد ايه كوانتيتي اوف الكتريستي بروديوسد 54؟ فهمتني؟ تقوم عامل كروس مالتبلاي، يبقى الكوانتيتي اوف الكتريستي ايكوال 1 تايمز 54 اوفر 108 هيطلع بهاف فاراداي. خلاص فطلع بكام يا مستر؟ هاف فاراداي. فين هاف فاراداي؟ سي. يبقى هي دي الاجابه الايه؟ المظبوطه. طب ايه يا مستر الطريقه الثانيه؟ هنقول كده ان الاي جي بوزيتيف 1 صح، يبقى هو محتاج يجين 1 الكترون خلاص تو بروديوس دي ايه؟ 1 مول. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل، ما هو 1 الكترون يعني 1 فاراداي بيبروديوس 1 مول. حصل. يبقى قد ايه فاراداي بروديوس ده هاف مول؟ تعمل لي كروس مالتبلاي. فهمتها؟ يبقى ايه ما تشتغلها مول؟ فهنقول احنا عارفين السيلفر بيحتاج 1 فاراداي. تمام. يبقى نقول كده ال 1 فاراداي ده بينتج لي 1 مول في النورمال. تمام. طيب ليه؟ لان ده هيدينا ايه؟ اي جي. فهنا 1 مول خلاص، 1 الكترون 1 مول. يبقى ال 1 فاراداي بيبروديوسد بيديبوزيتد ايه الجرام ايكوفلنت ماس بتاعته؟ 1 مول. طب يبقى الهاف مول بقى يطلع لي قد ايه فاراداي؟ يبقى هاف تايمز 1 بهاف اوفر 1 هيطلع بكام؟ بهاف. خلاص. طيب تعالى يلا نشوف اللي بعد. يلا يا مستر. How much electricity does it take to evolve قد كده جرام من الكلورين جاز through electrolysis of a molten NaCl؟ طيب NaCl ده بوزيتيف نيجاتيف، يبقى Cl مالها؟ نيجاتيف 1. يبقى الكلام على ايه؟ الكلام على انا شايف هنا كولوم، يبقى 96500 كولوم خلاص. الجرام ايكوفالنت ماس للكلورين ب 35.5 اهو الاتوميك ماس اوفر 1. تمام. طيب اشمعنى؟ ما هو ان اي سي ال اهو نيجاتيف 1 خلاص. طيب اللي بعده قد ايه كوانتيتي اوف الكتريستي اللي هو عايزها؟ هات ليبريتد 355 كروس مالتبلاي، يعني حضرتك هتضرب لي 355 تايمز 96500 اوفر 35.5. تمام. يطلع لك بكام؟ هيطلع لك ب 965 وثلاث اصفار. اعمل لي شيفت اي ان جي، شيفت اي ان جي هيطلع لك بالظبط 0.9965 تايمز 10 باور 6. لو انا حركت العلامه دي واحد يعني خليتها 9 يبقى هنا ايه؟ 5. يبقى تطلع 9.65 تايمز 10 باور 5 خلاص. طبعا 925 ده لا، ده ماشي بس هو 10 باور 5 فور. ايوه يبقى هي دي الايه؟ هي دي الاجابه المظبوط. خلاص. طيب تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. تو سيبريت قد كده اماونت اوف المغنيزيوم فروم المولتن ده اتس ريكوير ا كوانتيتي اوف الكتريستي ايكوال قد ايه؟ هي الفكرة ان جرام بير مول دي معناها 1 مول خلاص. يبقى جرام بير مول دي يا مستر 1 مول. يبقى انا عشان افصل 1 مول من المغنيسيوم، طب ما هو الام جي بوزيتيف 2. حصل. تمام. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هتقول يا مستر ده هيحتاج 2 الكترون عشان يحصل له ليبريتد خلاص، ويدينا ايه؟ يدينا ام جي سوليد. طب وبناء عليه يبقى انا معايا 2 الكترون، يبقى انا محتاج كام فاراداي؟ محتاج 2 فاراداي. خلاص جدا. يبقى هي ايه؟ 2 فاراداي. يبقى بي هي الايه؟ هي الاجابة المظبوطة.
خلاص يلا اللي بعده. طيب هنا بيقول لي ايه الفكرة؟ ان هو عايز الاماونت اوف الكفر وتش كان ايه ديبوزيتد، وتش كان ايه ديبوزيتد ان الكفر سلفيت. يبقى هو عايز الديبوزيتد ماس. تمام. لما الكوانتيتي اوف الالكتريستي، هو مديني بقى الكيو المرة دي بايه؟ بهاف فرادي. هقول له والله عادي، كل اللي انا عارفه لو انت عايز فرادي يبقى كل 1 فرادي بي ديبوزيتد الايه الجرام ايكوفالنت ماس، يبقى الجرام ايكوفالنت ماس. حصل. طب هو بيقول لي ايه بقى؟ نص فرادي، نص فرادي يعمل لي الليبريتد ماس قد ايه؟ فهمت اللعبه؟ طب الجرام ايكوفالنت ماس لو جبناها يبقى خلصنا. تعالى يلا نجيب الجرام ايكوفالنت ماس بتاعت الكبر. الكبر هنا بوزيتيف 2 عشان السلفيت نيجاتيف 2، يبقى اذا الاتوميك ماسز ب 63.5 اوفر 2. خلاص هتقوم عامل لي ايه حضرتك؟ هتقوم حضرتك ضارب ده في ده اللي هي 63.5 اوفر 2 تايمز هاف. خلاص طلعت بكام؟ طلعت ب 15.875، يبقى 15.875 سي، يبقى هي دي الرايت ايه تشويس. طب ايه اللي انت عملته يا مستر؟ عملنا كروس مالتبلاي ده في ده اوفر ده. خلاص فطلعت بعد كده ايه؟ بعد كده جرام على طول. خلاص طيب يلا نشوف اللي بعده. وان الكوانتيتي اوف الالكتريستي ايكوال قد كده، هو مدينا برضه يا دكتور الكيو، خد بالك اداك الكيو المره دي. تمام بازد ان الالومنيوم اوكسايد ميلت اماسه في الالومنيوم ديبوزيتد اون الكاثود ايكوال ايه؟ والله بص هو مديني 1 فرادي، يقول له والله ال 1 فرادي بيديبوزيتد الجرام ايكوفالنت ماس. مين الجرام ايكوفالنت ماس؟ الومنيوم. طب هو الالومنيوم الواحد هنا بوزيتيف 3. حصل. طب ما هو الماس بتاعته بكام؟ ب 27 اوفر 3. خلاص ده الجرام ايكوفالنت ماس للالومنيوم. حصل. طب وبناء عليه ال 0.1 بقى يديبوزيتد قد ايه؟ خلصت. فهمتني؟ يبقى تقول لي كده 27 اوفر 3 مالتبلاي 0.1 يبقى ديبوزيتد 0.9 جرام، يبقى ديبوزيتد 0.1 جرام. فين ديت؟ دي يبقى هي دي الرايت ايه؟ الرايت تشويس. تعالى يلا نشوف اللي بعده. ان الكتريك كارنت از باز از بيست ان تو سيلز كونكتد ان سيريز. حلو، طالما كونكتد ان سيريز يبقى انا بتكلم على السكند لو فاراداي. خلاص الفيرست سيل كونتين سيلفر نيتريت، يبقى السيلفر هنا بوزيتيف 1، اند سكند زنك يبقى الزنك هنا بوزيتيف 2، اند الالكترود ان البوث اوف ذيم اوف البلاتينيوم. ماشي، وات از ذا ريشيو في الديبوزيتد ماس اوف السيلفر الاولاني تو الثاني؟ يبقى هنشوف الديبوزيتد ماس في الاولاني. طب هو الاولاني هي ديبوزيتد قد ايه؟ هتقول لي والله يا مستر احنا عندنا السيلفر الجرام ايكوفالنت ماس بتاعتها عباره عن ايه؟ هتقول لي 108 اللي هي الاتوميك ماس بتاعتها اوفر 1. حلو، يبقى هنا 108 ايه من ده. طب هنا الفكره هتقول لي بقى 65 اوفر كام؟ اوفر 2. يبقى هيطلع قد ايه؟ هيطلع ب 32.5. يبقى هو عايز الاولاني اوفر مين؟ اوفر الثاني. يبقى نقول 108 اوفر 32.5. خلاص 108 ايوه، يبقى هي دي كده بس كده. خلاص تمام، مش محتاجه بقى ايه تكتب النص اللي كله، لان هي بالجرام ايكوفالنت ماس على طول، لان هو مديك اهو الارقام واضحه جدا. طبعا دي من الارقام يعني. يلا السؤال الاخير اللي هننهي بيه الفيديو، وات ذا انتنسيتي اوف الكرنت ريكوير. خد بالك وعايز الانتنسيتي بتاعت الكرنت ريكوير تو باس ان الكي اي سوليوشن فور 1 اور. يبقى هو مدينا هنا 1 ايه؟ 1 اور. تمام، يعني عباره عن 60 تايم 60 سكند 14 جرام من الايودين. الفكره يا باشا ان انت عندك ان الكيو ايكوال الاي تايمز التي. حصل هو عايز الاي، يبقى الاي ايكوال الكيو اوفر التي. يبقى انا عايز اجيب الكوانتيتي مش معايا، التايم معايا. طب هو التايم معاك ازاي؟ هتقول لي التايم بالسكند 60 مالتبلاي 60، ده اللي انا هعمل ديفايدنج عليه، ناقص اجيب الكوانتيتي. خلاص طب الكوانتيتي في الالكتريستي نجيبها ازاي؟ والله يا معلم انت عندك دلوقتي ايه؟ هو بيقول لك انا عايزين الانتنستي صح كده لما للكي اي، الكي اي بوزيتيف 1 يبقى الكي ب 1. طب انا هقول له ايه؟ هقول له والله كل 96500 كولوم الجرام ايكوفالنت ماس للايودايد اللي هو عايزه، هو عايز الايودايد. خلاص تمام، للايودايد بكام يا معلم؟ ب 127 اوفر 1، لان هو ده نيجاتيف 1. خلاص فبالرقم ده. حلو، يبقى قد ايه بقى الكوانتيتي اللي انا هعوض بيها اللي هديبوزيتد دين جرام؟ واعمل كروس مالتبلاي، يبقى هقول له كده ادي ال 10 مالتبلاي 96500. حلو، اوفر كام؟ اوفر 127. طلع برقم كده ايه ضخم شويه. الرقم الضخم ده هقول اوفر كام؟ افتح براكت 60 تايم 60
طلع بكام؟ ب 2.1. خلاص يبقى طلع بكام يا مستر؟ 2.1. 2.1 امبير، يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. هنكتفي بهذا القدر في الفيديو ده، وان شاء الله نكمل الباقي في فيديو بعده. شكرا مشاهده، ربنا يوفقكم يا رب. السلام عليكم.